السلام عليكم. دلوقتي هنشوف لعبة على برنامج كودل. ده بيخليك تصمم ألعاب بشكل ظريف. أقول مثلا نيو وورلد واختار مثلا شكل مش عارف ايه. طيب عايز أضيف شخصية من الشخصيات، فأجي هنا وبعد كده أجي هنا وأقول له إن أنا عايز أضيف أي شخصية، أقول لكم مثلا ديت مثلا. طيب فأنا عايز أبرمجه، أجي هنا وأروح أضغط كليك وأقول له بروجرام، وأقول له مثلا لما ادوس على الكيبورد اني كيبورد الزراير ابدا اعمل لي مثلا حركه، وليكن حركه ايه مثلا موف. طيب موف دي تتحرك ازاي؟ خليها بسرعه. طيب وهنا لما ادوس مثلا بالماوس الزرار ليفت اعمل لي شوت، يعني ابدا اطلق صواريخ مرة واحدة مثلا أو مرتين. تبدأ تختار بقى مثلا خليها كولر مثلا عشوائي. طيب خليها بقى نجرب، هقوله الأسهم يبدأ يتحرك. طيب عايز يضرب صواريخ، أهو من خلال الأسهم بيبدأ يتحرك أهو، بيضرب صواريخ أهو، بيضرب بقى كل الحاجات. ان الطفل يفهم فكرة البرمجة، ان الواحد برمجة العاب ازاي، بيعمل العاب ظريفة ثلاثية الابعاد بدون جهد يذكر. يعني ادوس اسكيب عشان ارجع لهنا. لو انا عايز اغير اللون تعمل سيلكت، ومن خلال الاسهم تقدر تغير اللون بتاع الشكل دوت. وممكن لو جيت هنا تبدا بقى ايه تغير الارض نفسها وتزود حتة مثلا بالشكل دوت زي ما انت عايز. ممكن تغير الإعدادات بتاعت الشكل، ممكن تلغي أدام الأدوات وهكذا، ممكن تضيف مثلا مية.